طيب احنا معانا هاتفيا عشان نطمن اكتر على حاله الجو دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا بيك يا دكتور احمد وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا استاذ هشام، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. النهارده الاجواء كلها احتفاليه دكتور احمد، كل سنه وحضرتك طيب، والناس اكيد هتستنى تسمع الخبر المتعلق بطقس اليوم او حتى بكره او بعده، فعايزين نعرف من حضرتك الناس النهارده ممكن تحتفل ولا ما تحتفلش، الجو هيكون مناسب ولا لا للاحتفال؟ في البداية خليني أهني حضرتك والسادة العاملين بالإم بي سي جميعا بالعام الجديد 2019، رجعوا العام سيد علي وجمال وعلى أسركم. اللهم أيضا بتقدم بالتهنئة لجميع شعوب مصر والمصرنة الكريمة والعظيمة بخير إن شاء الله دايما في 2019. طبعا الجو دايما جو مصر جو جميل من أحسن أجواء العالم، سواء للمصريين سواء للسياح. لو احنا قارناه باوروبا او بامريكا هنشوف فعلا ان انت الطقس جميل جدا. انا عمري ما قلت لحد ما تخرجش، بالعكس حتى لو كان في الجو بالليل بيبقى بارد لكن تقدر ان انت تتقل في الملابس وتخرج. في فرص قطع امطار خفيفه جدا على اقصى الساحل الشمال الغربي، يعني السلوم سيدي براني مرسى مطروح ممكن يوصل منها رذاذ خفيف كده الاسكندريه. لكن في صباح بالفجر طبعا بيبقى في شبوره مائيه، ارجو اللي هيسافر يبقى يتوقع اقصى درجات الحظر اثناء القياده في انخفاض الرؤيه بسبب الشبوره المائيه. لكن عامه جو مصر من اجمل اجواء العالم الحمد لله. ومكمل معانا الجو الحلو ده لغايه كام يوم بقى؟ يعني الاسبوع الجاي كله حتى عيد الميلاد المجيد هيكون ما فيش غير فرصه لسقوط بعض الامطار على السواحل الشماليه. ويوم الأربع خميس الجاي ما في نشاط للرياح على الساحل الشمالي أيضا، لكن برضو الجو جو أعياد وجو جميل جدا مهما يكون في منش بعض الأمطار. طيب الحمد لله الناس كده تطمن بقى وتحتفل وتتبسط وتستمتع بالجو، وكل سنة وحضرتك طيب يا دكتور أحمد، شرفتنا ونورتنا حتى هاتفيا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ألف شكر.